محمد نسيب أحمد عدي البيطار، ولد في 7 يونيو عام 1953. هو إعلامي إماراتي من أصول أردنية. هو أحد المساهمين القدامى في الموسوعة الحرة ويكيبيديا. أثرى نسيب البيطار مسيرة الإعلام في دبي في رحلة طويلة من العمل، قضى معظمها في تلفزيون دبي، والذي التحق به بعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في بيروت في نهاية عام 1974. كان أحد المؤسسين فيه، وعمل في دائرة البرامج حتى أصبح مديرا لها حتى تقاعده من التلفزيون قبل وفاته بسنوات قليلة. وقد أشرف البيطار على مجموعة كبيرة من البرامج الوثائقية المحلية الموجهة إلى تراث الإمارات من عادات ومهن وحرف تقليدية، كما كان فاعلا في تقديم اقتراحات فنية لافتة لجهة البرامج التي أشرف على تقديمها، حتى جعل من برامج تلفزيون دبي ذات حضور مهم في الإعلام العربي. شغل البيطار منصب مدير المحطة 33، والتي سميت لاحقا دبي ون، والتي كانت تبث من دبي وتقدم باللغة الإنجليزية، إضافة إلى عمله كمدير للبرامج في التلفزيون طيلة 30 عاما قضاها في تلفزيون دبي. وإلى جانب عمله في تلفزيون دبي، فإن نسيب البيطار تولى منصب مدير عام الشركة العربية للإنتاج الإماراتية، والتي إلى جانب أعمالها الإنتاجية فإنها تشرف على 3 محطات إذاعية. توفي نسيب البيطار عن 57 عاما في المستشفى الأمريكي بدبي بعد صراع طويل مع المرض. ويذكر أن البيطار هو ابن عدي البيطار، أحد المستشارين القانونيين لحاكم دبي الشيخ راشد آل مكتوم. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.